صباح الخير مدام جنات معنا شكون كان جامد. صباح النور أسامة، صباح الخير مروة، مروان، الناس كلها تبع فينا في برايم تايم. بلاي كليمة أسامة، الناس اللي تسوق اللي قصد ربي في كياس بالله يرد بالهم شوية ويرد بالهم برشا، خاصة نعرفوا شفنا الغيث نافع ونعرفوا الكياس حالته مش مؤمنة 100%، ونعرفوا اللي ترافو خاصة في الوطن القبلي والام سي 27 الكياس هذا برشا ترافو مازلت فيه بالتوسعة بطبيعة. إن شاء الله طريق سلامة الناس الكل، وماذا بينا ألف خطوة لتنجيزة وحيدة وحيدة وقت ليوصلوا ونوسعوا بينا في الكياس مع بعضنا بطبيعة، وهذا باش الناس الكل توصل سلامات. نمشيو تو سويت للغوفي دو بريس. غوفي دو بريس. في الغوفي دو بريس معاد، دونك وكانه العناوين الصادره بالنسبه اليوم تشترك في حاجه واحده اللي هي اختيار رئيس الحكومه. نبداو من جريده الصباح. الاخبار اول مره نسمعوا بيه. العناوين هذه اول مره نسمعوا بيه. وكانه اول مره. بعد فيتو الحلفاء المحتملين النهضه تتنازل عن رئاسه الحكومه، تتسائل جريده الصباح في العيون نتاع جريده المغرب، التحالف مع ائتلاف الكرم ما هو الثمن الذي ستدفعه الاحزاب الشريكه؟ والنهضه دهمها الوقت، هكا كتبت الشروق، غدا يبدا امتحان الاسبوع الصعب لاختيار رئيس الحكومه. التطورات والمفاوضات والمشاورات قاعدين عايشوا فيها في الحقيقه، وخاصه اللقاءات وهذه، وتصور نشوف ناس كل تتبسم، ناس كل بالكوستيم وكوستيم كرافاتي كما يقولوا، قاعدين يقابلوا في بعضهم ويعملوا في التصاور مع بعضهم، تقول كيبات نتاع كوره ولا كيبات نتاع شطرنج. في الحقيقه المفاوضات لازمه، الحوار هو واجب على الأحزاب هذه اللي نجم يقولوا ربحت مقاعد في البرلمان، وماذا بينا نشوفوا نتائج في أقرب وقت. ائتلاف الكرامة اللي حاليا هو تقريبا اللي قاعد أكثر قاعد ينشط قبل حركة النهضة، قبل التيار الديمقراطي، وهو الأكثر صوت مرتفع بطبيعة. شفنا تصريحات متاع سيف الدين مخلوف وإلا عبد اللطيف العلوي اللي كانت قائمة على الخطاب المباشر، الخطاب البروفوكان خلينا نقوله، اللي يعتمد بطبيعة على نوع من الثورجية بين ظفرين في إطار نقد الماضي وكل شيء ما يصلحش، وإحنا اللي عنا التطور وإحنا مطالبين بالعمل التطوعي وإحنا الشباب وإحنا اللي قاعدين نخسر في الوقت وبطبيعة، واللي حمل المسؤولية للماضي القريب والماضي البعيد، وهما اللي في ديهم حسب ما يقولوا الحل والحلول خلينا لخروج من الأزمة هذه وإلا من الأزمات الاقتصادية. هما عندهم مشاريع جديدة ومتطورة، هما اللي يحملوا الرسالة اللي باش تخلي تفكيكها يخرج تونس من عنق الزجاج، وإن كلمة ما نحبهاش جملة. بطبيعة الخطاب متاعهم كما نعرف هم أكثرهم رجال قانون وعندهم علاقاتهم وعندهم ريزو متاعهم، نجم نقول ريزو المخلط اللي مامنين بالحس الثوري اللي فيه نوع متاع نجم نقولوا علاقة مع اللجان وما تبقى من اللجان حماية الثورة اللي عرفناهم من 2011. نجم نقولوا ريزو الموجود خليهم يكونوا حاضرين، وخاصة صوتهم مرتفع في الإعلام، وإحنا نعرفوا حتى كراديو ميد نستضيف واحد منهم بطبيعة، فيكون نسبة الاستماع ونسبة المتابعة تكون مرتفعة ومرتفعة جدا، وفي أغلب الأحيان تكون قياسية. النجم يقولوا هما لمود توا على المشهد السياسي، الخطاب جديد في نوعيته وفي معانيه، الخطاب أكثر مباشر، وقت نعرفوا احنا تو في العالم كل طندونس هي الخطاب المباشر هو اللي قاعد يغزو. شوفوا ترامب، شوفوا في الأمريكا دي سود شكون ربح، شوفوا في أوكرانيا شكون ربح، معناتها ممثل عبارة في العبد اللي ترشح رئاسة في أوكرانيا وربح بطبيعة بالخطاب المباشر. في البرازيل شفنا الماريونيت اللي ربح في البرازيل بطبيعة، والخطاب بتاعه كيفاش كان قام على الشعبوية، وأنا حبش أقول شعبوية لأنه خطاب مباشر يمشي الكل كلمة يقولها. معناه ترامب ريان كنت تفرج في التويت متاعه تفهم الخطاب هذا اللي ولا هو نجم نقوله يعطيك مكانة على في الأعلام، يعطيك مكانة في المجتمع، مكانة بما معناه أنه تكون حديث الآخر وتكون تأثر على الناخب وإلا على المواطن، وتكون عندك
حضورك على الساحة السياسية. تلاف الكرامة قاعد متواجه في الـ في الـ في النجم نقول في التوجه هذا، لكن أسامة تلاف الكرامة غير زوز وثلاثة شخصيات تقريبا، شو نعرف عليه؟ شو نعرف عليه؟ شو الإمكانيات متاعه؟ شو الهيكلة متاعه؟ هل هو حزب؟ هل هو مجموعة من أحزاب؟ هل هو مجموعة من الشخصيات؟ هل هو نجم نقوله ائتلاف؟ ائتلاف متاع شنو؟ ماذا بينا نعرفه، وخاصة الهيكلة متاعه، شنو المؤسسات اللي داخلته؟ غدوة داخلين البرلمان 21 كرسي ومن بعد، وإذا كان يصير تفكك متاع ائتلاف الكرامة، هل هو اليوم قاعد يحاور ويناقش ويحب يدخل في الحكم ويشارك في الحكم ويدخل في الحكومة؟ لكن إذا كان الائتلاف هذا تصدع وصار العرق، ونعرفوا احنا السياحة الحزبية، ونعرفوا احنا أحزاب مكوناتها ومقراتها وهيكلها ومؤسساتها، وتعدت بها المرحلة وتفكت وتفكت، لا مش حكيت تعدت بها وتفكت، لكن هل كيف سيصمد ائتلاف الكرامة؟ وهل سيصمد ائتلاف الكرامة؟ على ذلك تتسأل هي جريدة المغرب تقول معناتها المسؤولية كيفاش باش يتحملوها الأحزاب اللي بتشارك معاها في الحكم، معناتها أنا ندخلك معايا في الحكم وما نعرفش عليك أنت باش تكمل وإلا لا، معناتها هذا لهنا السؤال. وهنا نحكيه على مدى جدية هالائتلاف هذا، هل هو فرقة إعلامية وفرقة انتخابية وفرقة سياسية، أم هل هو نجم نقوله حزب المستقبل اللي بيش يكون حاكم في الأيام القليلة القادمة؟ بطبيعة كل هذه أسئلة أكيد المتابعة والأيام في القليلة القادمة بيش تعطينا الإجابة، وهذه الأيام القليلة القادمة اللي تحكي عليها بيش تعطينا الإجابة. هو أسبوع الحاسم كما كتبت جريدة الشروق، بداية من يوم غد الخميس وإلى حدود الخميس القادم ستجد النهضة نفسها تحت الضغط الأول، وهو ضغط أجل الأسبوع الذي ورد بالفصل 89 من الدستور لاختيار رئيس الحكومة وتقديمه لرئيس الجمهورية لتولى تكليفه رسميا بتشكيل حكومته. وينص الفصل 89 على أنه في أجل أسبوع من الإعلان عن نتائج النهائية للانتخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد مجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر واحد. دونك لهنا ما بين الشروق وما بين الصباح ظلي اليوم في انتظار انه كيفاش باش يتم الاختيار على رئيس الحكومه، هل النهضه ستتنازل عن رئاسه الحكومه ولا لا؟ اسبوع الحسم كما سماته جريده الشروق يظل ابارتير من غدوه حتى للجمعه الجايه باش نلقاو عديد الاسماء المطروحه وعديد السيناريوهات. عديد السيناريوهات ايه، عديد الاسماء لا، لانه ماهيش فماش برشا اسماء باش يتم طرحها، لانه في الاخير حركه النهضه مش باش تنازل فقط، بل ستضحي بمنصب رئاسه الحكومه لاجل سواد التحالف، سواد عيون التحالف. هكا باش يصير نتصور، لانه طريق مزدوده ولات، والطلبات نتاع الاحزاب اللي تحب تدخل للحكم واضحه، هي عدم تعيين رئيس حكومه من حركه النهضه. النهضة القرارات فيها ما اتخذش شكيكة، ما اتخذش في لحظة، يلزم اجتماع لمجلس شورى، معناتها هذا لن يكون أسبوع الحسم. هنقول لك من تو، مازالت المسألة مطولة، ومازلنا باش نشوفوا مواقف أوضح ومواقف نجم نقولوا تمشي إلى أبعد ما يكون. تقريبا كما قلنا البارح الأحزاب هذه نصورها ماهيش باش تغامر وإلا ماهيش باش تقمر بإعادة الانتخابات، لأنه حتى حد ما يظنونها المقاعد اللي حصلت عليهم، لأنهم كلهم عملوا إكسبلوا، نحكي وقت قد أسامة كلهم عملوا إكسبلوا فعملوا سوي نتائج، لأنه النهضة كانت تصور روحها بجيب 40 ولا 45 مقعد وجابت ائتلاف الكرامة ما كانش يحلم، ولو تصريحاتهم الكل يقول لك أنا كنت باش نجيب، كلهم عملوا إكسبلوا بطبيعة باستثناء تحية تونس اللي كانت له خيبة أمل كبرى بالنتائج اللي حققها. فبقيت الأحزاب والائتلافات اللي شاركت وحتى الأحزاب المستقلة وحتى الأحزاب الجديدة حتى اللي جاب ثلاثة كراسي فإنه فرح بهم وما عندوش رغبة ولا عندوش جرأة إنه بش يضحي بهم في انتخابات أخرى. فبالتالي نجم نقوله إنه من بعد بشوالي إن شاء الله ما نوصلوش لمعركة كسر العظام، لكن بش نوصلوا إلى البراد فير للأخر، معناتها للتسعين دقيقة لعب نجم نقوله، وشكون بش يضحي، والأكثرية بش تكون التضحية لحركة النهضة بمنصب رئاسة الحكومة اللي بش تضحي به وبش ياخو في المقابل عديد الأشياء، وتقعد لهنا الاتفاق على الشخصية اللي بش تكون هي عندها المقاليد الحكم، لأنه يعني نعرفه يتولي رئيس حكومة
أكيد كل شيء يتبدل، لأنك باش تاخذ جزء مهم من السلطة التنفيذية، تقريبا 60% من السلطة التنفيذية. وإذا كان تضمن يكون عندك حزام سياسي في البرلمان باش تحكم، كما حكم يوسف شاهد وشفنا كيفاش تقوى على من عينه وهو باجي قيس سبسي الله يرحمه. الله يرحمه. باه خلينا نختموا في دقيقة. أكيد الجالية التونسية زاد حكيت على اللي صار مع النادي الإفريقي والجمهور نتاعو، كلمة معاذ نعطيك شوية عناوين يمكن موجودة زادة في الشروق في الصباح في المغرب. الشعب الإفريقي يصنع التاريخ، ضغط حبايب الإفريقي مع اليونسي اللي اختتم مهرجان الأدخل الكبرى اللي غلق المليار، جمع أكثر من مليار في نهار. في الحقيقة النادي الإفريقي عبارة أنه بين ظفرين، وزارة الدفاع ولا وزارة داخلية ولا حتى رئاسة الحكومة، خلينا نقوله النادي الإفريقي جمعية كبيرة بناسها بمتابعينها بمشجعيها بتاريخها بألقابها بمحبيها بملعبيتها بالأسماء الكبيرة اللي عرفناهم كسوة في الباسكيت ولا في الهوند وإلا في الفوتبول، نبدأ من عطوقة وإحنا ماشيين لنوصوا العديد الأسماء، رؤساء كبار زادا كانوا تقلدوا مقاليد حكم وإلى رئاسة النادي الأفريقي. وضعية خائبة برشا، الله يسامح اللي كان فيها أسباب، باش نقعدوا عليها نحكيوا عليها بالتوالي برشا، نحكيوا على الأكتواليتي كما نقولوا، ونحكيوا على هذه الأدخل الإيجابية خلينا نقولوا بين الظفرين، إنه في نهار نجم تلمد أكثر من مليار. هذا مش شوية بالنسبة للحركة للتحرك مهم قام به جمهور النادي الإفريقي، وحتى شفنا حتى ناس متعاطفة مع النادي الإفريقي قامت بيد المساعدة ودفعت اللي عندها كل قدير وقدره. هذا مهم إنه نشوفوا عملية إنقاذ لهرم من أهرام تونس. احنا ما عندناش أهرامات لكن عندنا فرق قوية، وهذه النادي الإفريقي من عام 1920. النادي الإفريقي ما هيش بتاع البلاصة هذه، ونادي الإفريقي ما دام عندها جمهورها وعندها ناسها بطبيعة ما هيش باش تطيح وما هيش باش توخر باش تكون ديما تنافس، لأنه حتى ولو واحد ما يحبش الإفريقي لكن يحب الإفريقي موجودة في أحسن قوة، لأنه اللي ديربي ما عندوش معنى بلاش الإفريقي، اللي كلاسيكو مع النجم ولا الصفاقسي ولا غيرها من الفرق ما عندهاش معنى في غياب نادي الإفريقي. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك معاذ الشريف. تسويت عندكم الموعد مع الأخبار، وبعدها تلقوا الأخبار الرياضية وراجعين معكم في البريم تايم.